كان هذا فيلم قصير التوبة وأيام قليلة تفصلنا على الشهر الفضيل في شهر رمضان الكريم. أبواب التوبة والغفران مفتوحة أكيد، نتمنى أن يدخل علينا بالخير والصحة ولنا إن شاء الله يا رب، ونستقبل ضيوف برنامجنا القائمين على هذا الفيلم القصير اللي كنا تابعناه مع بعض اللي عالج العديد والكثير من المواضيع الاجتماعية. حاضر معنا كل من بلمشر ياسين عضو بفرقة خاوة الفنية، مرحبا بك. الله يسلمك خويا. مرحبا أيضا بعقبة زيقط كاتب مسرحي شاعر وعضو بفرقة خاوة الفنية، بارك الله فيك خويا التوفيق. ينضم إلينا أيضا عادل بالغويني رئيس مجموعة خاوة الفنية، ممثل مسرحي وممرض بالصحة العمومية، مرحبا بك. ربي يجازيك إن شاء الله. بك وهلا. إذا البداية نفضل نبداوها من عمل اللي كنا شفناه مع بعض هو آخر عمل للمجموعة كفريق فني، نتعرفوا على العمل ونتعرفوا على فرقة خاوة الفنية. معك أكيد عادل بلغويني رئيس مجموعة خاوة الفنية. أنا مرحبا بك. مجموعة خاوة الفنية هي مجموعة حرة، أول عمل لينا أن نخدمنا أفلام ودرنا فيه مشوار، لحقوا فيه ملاحظات، لحقوا فيه خطوة باسم المجموعة كمجموعة حرة، وهذا شغل حنايا بديناها أول مرة على أساس شغل أنها تكون مجموعة مفيدة للمجتمع اللي رانا فيه وتعكس الانطباع نتاعنا ونلحقوا بها الميساجيات الشبيبة كما احنا، مع العلم أنها الممثلين من رئيس إلى آخر عضو في المجموعة الفئة الصغرى كما يقول. هي مجموعة فنية، وش من الفنون اللي نلقاها في المجموعة تمثل؟ هنا هكذا باش نتعرفوا على زيقط أيضا. هو اولا اشكركم على حسن الضيافه، كما اشكركم على حفاوه الاستقبال. دائما كنت اقول ان الشروق كانت دائما محفزا للشباب، اي انها كانت دائما تسلط الضوء على هذا الشباب المثقف، كانت دائما الشباب الغوات ما شاء الله عليه، الله يسلمك ان شاء الله، قوي بارك الله ما شاء الله عليها، في كل مره يشرفونا من خلال اطلالتهم. سبحان الله، هما مؤخرا انا قلتها من 2015 إلى هذه السنين التوالى كانت هنالك انتفاضة شبانية، أنه ظهر في الولاية أكثر من 5 مجموعات حرة، وهذا شيء جميل، مكسب، لأنه رسالة، أن تبلغ رسالة من شاب إلى شاب هي أسهل في طريقة الإرسال. صح، ونحن دائما نسعى ونقولها بإيصال الرسالة النبيلة والهادفة. وش نوع الفنون اللي تجمعها فرقة خاوة الفنية؟ هي مجموعة خاوة الفنية أولا جمعت بين عديد من الفنون، الرسم، الشعر، المسرح، السينما، الكتابة والرسم والتصوير. هذه الميزة التي جعلت مجموعة خاوة الفنية أنها كانت صوت كل شاب يريد أن يفجر طاقته. انتم ثلاث اصوات راكم وصلتونا، لحقتوا لبرنامج سبع الشروق، لكن هناك شباب اخرين ايضا لحقوا لبرنامج سبع الشروق، لكن نتاسف يعني برنامجنا وبلاتو سبع الشروق لا يسع الا ثلاث اعضاء، لكن هذا ما يمنعش ان نحيي كل الاعضاء اللي جاوا من الاغواط اعضاء الفرقه حضورا لبرنامج صباح الشروق. بالمشري ياسين هو ايضا عضو من اعضاء الفرقه وفنان موسيقي كاتب مغني وغيره، صح؟ ممثل مسرحي كذلك. مجموعه خاوة الفنيه هي بالنسبه لي انا هي ولاده جديده، لانني انا كنت مثل الادب، عشت عصرا من الضعف، ثم عاود تحيت مع المجموعه هذه، ناس وقفوا معايا، ناس عطوني قيمتي، ناس ما شاء الله رفعوا من قيمتي، وعلى هذا الشيء انا شغل الحمد لله سعينا باش نجوا للحصه هذه والبرنامج هذه، لاننا من اكثر المتابعين لهذا البرنامج، من اكثر المتابعين، وحنا يسعدنا اكيد هذا الطاقه الشبانيه اللي راهي تتابع برنامج صباح الشروق، وفي كل مره نجدد النداء لكل الشباب المبدعين انهم يتواصلوا معنا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه ببرنامج صباح الشروق، وابواب برنامجنا وكل البرامج التي تعرض عبر كل من قناه سي بي سي بن وقناه الشروق العامه والشروق الاخباريه ايضا مفتوحه للجميع. وقتاش انضميت ياسين لفرقه خاوة الفنية؟ مده 3 اشهر. 3 اشهر فقط؟ نعم، مده 3 اشهر. بديت معاهم، هما كانوا عيطوا لي على اساس انهم شافوني هما في مسرحيه، شافني عقبه زيقط، عجبوا الدور اللي العرض اللي بعثته، بعث لي سير فيسبوك وتلاقينا صدفه، تلاقينا واحد الصدفه رائعه جدا، وانا كان عندي سيناريو كنت كاتبه،
باش نبداو نشرعوا في العمل فيه. وانا كان عندي كما نقولوا في السيناريو اللي انا كتبته كان طويل شويه وكان يتطلب عمل كبير جدا، تعديلات وعمل كبير، ويعني كانت الامكانيات ناقصه، وانما امكانيات فيلم توبتي كانت جاهزه، فطلبوا مني مساعدتهم. انا فساعدت في هذا، ساعدت في جزء صغير في التمثيل في المقهى، واكثر شيء ساعدت في المكياج. عادل، وش ابرز المحطات فرقه خاوة الفنيه اللي جسدته من خلالها حضور؟ شاركنا في نوادي، شاركنا في اعمال خيريه، كان جمعيه ثانيه وقفنا معهم. وبالنسبه للاعمال المسرحيه، بالنسبه للاعمال المسرحيه انتم تقوموا بالكتابه السيناريو، انتم كلش كلش حنايا من ناحيه المجموعه، انه كل واحد اختصاص تاعو قال في الكتابه، انه يكتب لك الروايه، يكتب لك القصه، يكتب لك المسرحيه، التمثيل كذلك، بالنسبه للميك اب المكياج ثاني كذلك، التصوير كذلك. معناتها المجموعه شامله الحمد لله من كلش، متعددين المواهب، متعدده المواهب، من ناحيه الموسيقى، من ناحيه المكياج كما قلت. شكون اللي تعتمدوا عليه اكثر شيء انت كرئيس مجموعه خاوة الفنيه؟ انا نعتمد بالنقطه ونقولها اليوم وقدوه على الاخ عقبه الزيغط. وش هي خصوصيه وميزه؟ ما شاء الله ما شاء الله في كلش. عقبه الزيغط هو كما احنا نقولوا عندنا راس المدبر بالنسبه من ناحيه الشعر، انه هو اللوحه الفنيه لمجموعه الخاوة. يعني هو اللي يكتب اشعار، هو راه ديجا تكرم على اساس انه هو اصغر واحد في الشعر في مدينه الاغواط من ناحيه ملتقى تاع الشعراء. ما شاء الله، ومتعدد المواهب الله يبارك ما شاء الله عليه. هو معناته حتى وانا كرئيس، ما نقولش رئيس، مجرد اخ الاكبر في المجموعه، انه الامر يعود من شاورة الى الاخ عقبه. يلا اعطينا مقطع، اعطينا قصيد صغير، تقدر تمد لنا شيء؟ يعطيه لك يا الاخ لطفي. اولا حاب نسلط الضوء انه نبذه على ولايه الاغواط. اولا ولايه الاغواط معروفه منذ القديم بالشعر والشعراء، صح؟ يكفينا صح. شرفا ان عبد الله بن كريو ابن الاغواط منطقه، صح؟ هلكني تراز جمت عنيني ويفتش عن نسب تيجاني سوال. اما عقبه الزيقط يقول في قصيده يذكر فيها معالم الاغواط، الشعر ملحون يقول: يا الاقواط تاعنا اقواط كبير، اقواط المعلوم والخير الكافي، سكان رجلة وكلمتهم تدبير، اهل النعره كل شي راهو ضافي، قرب لينا في بحيرنا تعبير، النخله والساقيه مها صافي، وفدادين منوعه من كل الخير، وصناديق نحل وعسلهم شافي، تسمع من صفاحنا اذان يشير، تخشع كل قلوب ما يبقى عاصي، وشيوختنا كلهم ليهم تقدير، من ذا وقت اليوم للوقت الماضي، ويك احنا ديواننا طبل البندير، ذكر الله وصلت على المداني، علفتنا والخيل ما ليها تعبير، كي نخزر ليها تفاجي ميحاني، والمردود نتاعنا مردود الخير، معارف كبار في الميداني، رحبتنا فيها القاني والفقير، رحبت الزيتون تدي الحاني، وذاك جنان البايلك جنان الخير، فيه اللمه مع الجمايع والاخواني. الى نهايه القصيده هي رحله سياحيه، رحله سفر مجانيه، سفرنا من خلال هذا القصيد من امضاء عقبه زيقط الى مدينه الغواط، مدينه تيجانيه، صح؟ مدينة تيجانية، وكانت الأغواط معروفة منذ القديم بالطرق الصوفية، كانت طرق صوفية تصوف، التصوف. إلا والشعب كانت فيه ميزة أنه شعب زاهد، شعب كما احنا نقوله بالعامية شعب منوي، شعب فيه الخير، شعب نتاع معروف، شعب نتاع خير، شعب أنه أكون مشهورين محليا، صح؟ يعني يعرفوكم ابناء المنطقه في الاغواط. الحمد لله، نعم الحمد لله يا ربي. احنا الشيء الذي هو اللي ورانا هنا، انا قلتها ولا زلت اقولها، هنالك نفيسين لا يمكن الاستغناء عنهما تماما، والذي هو التاريخ والتراث، وحاولنا دائما في اعمالنا ان نجسد التاريخ والتراث بنفس شبابي، بنفس شبابي. طبعا. هذا ما جعل لنا ميزه انك تقدم رساله للشاب تعجب الشيخ الكبير وكل العينات من المجتمع. ياسين هو عينة أيضا من أعضاء المجموعة وعنده نفس فني ما شاء الله، نفس فني أيضا. يعزف آلة جيتار، أنت تعزف؟ أنا مبتدئ في آلة الجيتار. أوكي، مبتدئ. سمعنا شيء؟ إن شاء الله بإذن الله. تفضل. بسم الله. عنده صوت، صوت ما شاء الله. شو احنا نسمعه الآن؟ أنا أريد أن ألتمس القضية الفلسطينية والعالم العربي كله. أجيال وراء أجيال
حتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا أجيال وراء أجيال حتعيش على حلمنا واللي نقوله اليوم محسوب على عمرنا جايز ظلام الليل ابعدنا يوم انما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما ده حلمنا طول عمرنا حضن ضمنا كلنا كلنا ماتت قلوب الناس ماتت بينا النخوة يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة الله يا الله عفا بنا الأعداء ناديت يا الله مخاب فيك رجاء أيقظ ضمير الأمة رجع لها الإحساس يا رافع الغمة صحي ضمير الناس. برافو عليك بالمشري ياسين، عضو من أعضاء فرقة خاوة الفنية ومغني، فنان مغني ممثل مسرحي أيضا، وحتى أنه يرسم رسام لبورتري وغيره، صح؟ نعم هذا الوجه. أعطيني نشوف فقط. برافو عليك. هذا زميلي عقبة زيغط. عقبة تجسيد للشخصية عقبة زيغط. هذا تجسيد لشخصية عقبة الحاضر معنا عفوا باللباس التقليدي الخاص بمنطقة الغواطة. في الختام شباب، وش هو البرنامج عادل إذا كان عندكم مشاريع رايحين تدخلوا لها؟ في خصوصا نحن مقبلين على شهر رمضان الفضيل وينشط فيه نشاط كل الفرق، صح؟ نعم كذلك إن شاء الله بربي. إحنا رانا درك مع هذا الفيلم توبتي، رانا قد كملنا وعدنا خدمة نخدموا فيها لواحد الزميل معنا على أساس نخدم بها يقدم هال كما نقولوا الميموار تاعو ان شاء الله لحقوا له فيها على شغل فيديوهات باش نكملوا معاه الخدمه. ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم عندنا خدمه 16 افريل على ثلاث متوسطات عندنا لها في مدينه الغواط، وان شاء الله كي نكملوا بربي ان شاء الله رانا معولين نديروا ان شاء الله بروجرام زي رمضان. شكرا لك، نورتونا عادل. عقبه زيقط تذكرنا فقط اسماء الشباب اللي ما قدرناش ان نضموهم في بلاطو صباح الشروق، و باش نوجه لهم تحيه من خلال البرنامج. هو انا احب دائما ان اذكر بالجماعه لا اشخص، ما تسميش، هو ما حفظ كل الالقاب. التحيه اوجهها لاعضاء مجموعه خاوه كلهم اوجه لهم تحيه من هذا المنبر، اشكرهم كلا بعمله، الرسام اذا رسم، الكاتب اذا كتب، المسرحي اذا مثل على الخشبه، أشكرهم وأقول لهم شكرا لكم ودمتم ذخرا لولاية الأغواط. لكن هذا ما يمنعش أنه نتعرفوا عليهم بالمشري ياسين. إن شاء الله. تذكرنا اسم الشباب لما اللي عندنا يحيى خليفة. وجوله تحية. عندنا رم حاضرين معنا مساكين، عندنا حميد. حميد. عبدو بالأخضر. عبدو بالأخضر. عندنا جلالي. جلالي. عندنا كريم. كريم. وعندنا صلاح. صلاح. عندنا علي. نشكر كل الشباب اللي جاونا من الغواط ولباوا الدعوه، يعني مشكورين كثير. شكرا. ما نكذبش عليكم، عندنا كثير من ربما فنانين اللي معروفين وغيره يسكنوا هنا بالعاصمه، لكن في كل مره بدون ولا اعتذار يقول لك ما قدرناش نجي وما قدرناش نلحقوا، لكن انتم معنا. عناء السفر لم يكن عائق باش تلحقوا لبرنامج صباح الشروق وباش تبينوا كل قدراتكم. نعم. تفضل. كاين انسانه نحب نشكرها اللي دعمتني ولكن على طريقتي الخاصه الا كان لمده دقيقه. تفضل يلا على السريع. أنا مويت إصهاري وتبات تفكري، أنا مويت إصهاري وتبات تفكري، يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. تحية لكل الأمهات وكل شخص فقد الوالدة نتاعو، نترحموا على روحها الطاهرة. شكرا لكم بالمشري ياسين، نورتنا بإطلالتك وحضورك. شكرا ربي يعزك. شكرا لك عقبة زيقط، حبينا كثير إطلالتك أيضا. بارك الله فيك وجزاك الله. نشكر عادل بلغويني رئيس مجموعة فرقة خاوة الفنية، نورتونا بإطلالتكم. شكرا لكم. شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة أنتم. بارك الله.
مشاهدينا مكملين في فقراتنا ومحطاتنا المتميزه بتميز كل ما فيها من فقرات محطات متنوعه وضيوف مميزين نتعرفوا عليهم بعد الفاصل اذا تفضلوا.